عبد الرحيم فاروق مرسي عامل في وزارة الأوقاف المصرية يقطن في قرية عرب بخواق بمحافظة سوهاج في صعيد مصر. عبد الرحيم أب لخمسة من الأبناء والبنات، اثنتان من بناته يعانين ضمورا في المخ والعضلات. نفقات العلاج تصل إلى آلاف الجنيهات، وهو ما يتجاوز كثيرا قدرته وإمكانياته، إذ لا يتجاوز دخله الشهري 1300 جنيه مصري شهريا، أي نحو 200 دولار. عبد الرحيم يرجو من أهل الخير مساعدته في تجاوز محنته. أنا اسمي عبد الخير فاروق مرسي، قرية عرب بخواج اللي هي البلد اللي أنا ساكن فيها، المركز سوهاج، المركز تحته المحافظة سوهاج. حضرتك أنا معي خمس أولاد، فيهم بنتين وثلاث أولاد، ربنا يعني امتحان من عنده سبحانه وتعالى. فمعايا البنت حاليا كبيرة عندها 18 سنة، عندها ضمور في المخ، ومعايا الثانية عندها حاليا 5 سنين برضه عندها مرض في المخ، بس يعني بتتحرك وناقص حسب الدكاترة الله أعلم، يعني بيقول لك 3 جلدات في المخ والله أعلم. فما ربنا سبحانه وتعالى برضه امتحانه، ونحمد الله ونشكر فضله، ما أرادش السميع العليم إنها تخف. وربنا اكرمني في التانية دلوقتي عندها 5 سنين، قعدت برضه اصرف عليها لما لقيت نفسي يعني شهريتها بتقف علي ب 3000 جنيه وساعات ب 4000 جنيه مصاريف عند الدكاترة بره، لحد ما وقفت دلوقتي. ما كانتش تعرف تضحك زي الاطفال، ولا كنت نادي عليها تبصش عليا، ولا يعني زي الطفل العادي. وكشفت عليها انا ما خليتش، حتى فبريش اتحجزت بيها، قعدت بيها 6 شهور فبريش، والمشي بردك ما كانتش تمشي. اتحجزت بيها اعمل لها جلسات على رجليها بالكهرباء كانوا يحطها لها. وبعد كده الدكتور قال لي ده هي عندها بتاع في مخها زي حبات القيضه كده، هي اللي مأثر عليها. وبقيت ان هو بقيت اكشف وكده، ما خليتش والله خالص عليها. كل اطلب من الله انه اي حد لو اي دكتور يتبنى الحالتين دول، من تحاليل ورنين مغناطيسي وادويه والكلام ده كله، يبقى اشكر فضله واشكر فضل الله معه، وادعو له انه ربنا يكرمه ويلاقيه لا مؤاخذه في ايه؟ يلاقيه في اولاده وفي ذريته.